يخوض منتخب مصر تحدي جديد في بطولة العالم لكرة اليد خلال المواجهة التي تجمعه حالياً مع المنتخب الدنماركي على صالة مالمو أرينا في ختام الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها بولندا والسويد. وقبل مواجهة اليوم، ضمن منتخب الفراعنة التأهل لربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات خلال المرحلتين الأولى والرئيسية من المونديال. ويسعى أبناء النيل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الدنماركي حامل لقب المونديال في آخر نسختين، سواء بالفوز أو التعادل، من أجل حسم صدارة المجموعة، بعدما ضمن الفراعنة التواجد بين الثمانية الكبار في بطولة العالم. وافتتح منتخب اليد مشواره في النسخة 28 من بطولة العالم بانتصار تاريخي على كرواتيا بنتيجة 31-22، ثم الفوز على المغرب بنتيجة 30-19، وأنهى الدور الأول بفوز كبير على أمريكا بنتيجة 35-16 ليحقق العلامة الكاملة ويصعد للدور الرئيسي. ووصل الفراعنة النتائج المميزة في الدور الرئيسي بالفوز على بلجيكا بنتيجة 33-28، ثم حسم الديربي العربي أمام البحرين بنتيجة 26-22 ليضمن أبناء المدرب الإسباني غاريسيا باروندو التأهل لربع النهائي والتواجد بين الثمانية الكبار قبل المواجهة القوية ضد الدنمارك في مباراة للمنافسة على صدارة المجموعة. ويبحث رجال منتخب اليد عن انتصار تاريخي على أبطال العالم للمرة الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين ببطولة العالم. ويتسلح منتخب الفراعنة بكتيبة النجوم الذين قدموا مستوى مميز في بطولة العالم، على رأسهم اخطبوط حراسة المرمى كريم هنداوي وعلي زين ويحيى الدرع وعمر الوكيل بكار ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند وحسن قداح ومحسن رمضان وأحمد هشام دودو وباقي كتيبة الفراعنة. طموحات كبيرة تراود أبناء المحروسة أمام أحفاد الفايكنج في مواجهة على زعامة المجموعة، بعدما ضمن الفراعنة التأهل لربع النهائي رسمياً، بحثاً عن إنجاز جديد في مونديال اليد يضاف إلى سجل كرة اليد المصرية التي أصبحت إحدى القوى العظمى في الساحرة الصغيرة.